صرح المطرب شاندو أنه سيقدم ديو غنائيا مع الكينج محمد منير لأغنية فلكلورية بعنوان يا رمان. وعن هذا التعاون قال شاندو: كتب هذه الأغنية الشاعر عادل سلامة منذ أكثر من 10 سنوات، وتعد فكرة الأغنية ردا على أغنية في الفلكلور الشعبي تقول كلمتها تعال على حجري يا رمان. وأضاف شاندو أن الأغنية تعد نوعا جديدا من الفلكلور الشعبي، ولحنها قبل 3 سنوات أحمد محي، وأنه كان يدندن بها مرة في حضور الكينج منير فأعجب بها جدا وقرر أن يغنيها معه. وهو معلق عليه شاندو قائلا: سبب هذا لي سعادة بالغة، فتعاوني مع نجم بحجم محمد منير شرف كبير لي لم أكن أتوقعه. صوتك أرق من النيا، صوتك هنا مال السكر، صوتك مفيش أي شعر يقدر حبيبتي يوصفه. صوتك